ما علينا يعني. بعدين راح اثيوبيا، بعدين راح كينيا، بعدين راح جنوب افريقيا، بعدين الطياره النهارده وقعت القطريه في ليبيا. انا بسال بس، هو الراجل ده امير اماره اسمها قطر، ولا مخبر عند المخابرات الاجنبيه في اسم قطر؟ انا بفهم بسال الناس، عشان لما نتكلم على قطر نقول احنا قلنا قناه طلع لها دوله، قناه الجزيره يعني طلع منها دوله، بس امير بدرجه مخبر، امير تميم بدرجه مخبر. تاني بقول انا مش شتام ومش حابب اكون شتام، لكن الامر عندما يتعلق ببلدي ويتعلق برؤيه استراتيجيه واضحه قدام عيني شايفها على احسن صوره، شايف الدور والاصابع القطريه على احسن صوره، بالمناسبه كمان شايف الخطر اللي يقع على اشقائنا في الخليج من قطر، والدليل الله يرحمه الملك عبد الله طرد السفير القطري من السعوديه الشقيقه. الدول الخليج المحترمه الكويت والسعوديه والامارات العربيه وعمان، الموضوع ما عادش الموضوع، اعتقد انه دي جلطه في شريان التحركات العربيه، جلطه في شريان الوحده العربيه، مش عايز وحده عربيه، التفاهم العربي. واحنا بقول تاني، انا في حاله حزن شديد والله العظيم عندما اجد امير قطر عمال يتكلم على مكافحه الارهاب، وهو الذي صنعه، هو صانعه، ويتحدث الارهاب في نفس التوقيت اللي علم سوريا قاعد فاضي ما فيش حد قاعد عليه. مفارقات القدر، ما يجري في ليبيا باصابع قطريه بيجري ايضا في سوريا باصابع قطريه.